هاد الباف حنديروا المقلب اليوم. جلس جلس جلس. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكاميرا الخفية. حلقتنا لنا اليوم تأتيكم من ولاية باتنا، وحيشاركني اليوم في هذا المقلب الأخ عبد المالك والأخ أيمن والأخت رايان. عبد المالك وأيمن ورايان حيهربوا ويجريوا كاع الناس بهذا الباف. أنا عارف بهذا الباف. شوفوا معنا. لا خسارة معكم مشاهدة. نوب. كاميرا كاشي كاميرا كاشي كاميرا كاشي. عرفت كلمتي انا بعدا وي مليحه. خاف من الكلاب؟ خاف كافي. لا 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 كنا نسمع على غداركم صح على مطاكم ساسي الكلاب كيفية خوافية. هاي لك هاي كاميرا هاي لك. قلنا صح رمضانكم صح رمضانكم. ساعة تخاف من الكلاب خويا بصحتكم فيها. عاش انت اللي ضربك ديما مع الكلاب. صحيت حبيبي. نوب. منها 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 كاميرا كاشي كاميرا كاشي. الله يحفظك. شوفي الله كاميرا كاشي هاي خدعتوني يا ابن الميرة كشوية معه كاين كاين ما دوم نجيبو لك الماء. بصح تخاف لك ليه ابن عمي خافي والله خدعتوني بصح هاوليك هاي الكاميرا. ها هاي الكاميرا. ارواح ارواح قلنا بك صحة رمضانكم. صحة رمضانكم. هذه كانت كاميرا كاشي. خفت واقع الخوف. تخاف من الكلاب؟ خفت عليها انا مربي. خفت عليها هي ما نكذبش عليك. تخافي الكلاب؟ ايه بصح والله مسمح فيها قعدت شايد فيها للاخر. قلنا صحه رمضانكم. قلنا صحه رمضانكم. صحه رمضانكم. رمضان كريم يعطيكم الصحه. وانت اختي صحه رمضانكم تلعبكم بخير. يعقوب العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. قلنا صحه رمضانكم. صحه رمضانكم وان شاء الله تصوموا بالخير وبالهنا ان شاء الله. هاوليك اللي هرب الاولاني هذا. خلي عندنا ثاني. صحه رمضانك. صحه رمضانك. ناس تخاف من السبوعه ما تخافش من الكلاب. يا ودي انا كنشوف نهرب.